The magnet has two poles. طيب نثبت ازاي يا استاذ ان الماجنت عنده two poles؟ تعالى وانا اقول لك. Activity number two. To discover the regions or the areas of the magnet which have the most attraction force. تعالى نكتشف المناطق areas or regions. الاتنين دول معناهم مناطق. ايه المنطقة او المناطق اللي موجودة في المغناطيس اللي بيكون فيها الاتراكشن most force قوي جدا؟ يا ترى فين؟ قلنا عند التو بولز، بس عايزين نثبت بقى الكلام ده. Poles of a magnet. When you move a magnet over magnetic substances, you will see that these substances get attracted to particular parts of the magnet only. These are generally the two ends of the magnet. These ends are called poles of the magnet. Tools bar magnet, metal paper clips ومشابك الورق المعدنية وتجيب bar magnet. ماشي. Steps خطوات. Approach كلمة approach يعني قرب. Approach the bar magnet to the metallic paper clips as shown in the figure. زي ما حضرتك شايف في الصورة هتقرب المشابك الحديدية بتاعت الورق دي للبار magnet. يا ترى هيحصل ايه؟ خلي بالك بقى. What is your observation? The greatest number العدد الكبير greatest number of the metallic paper clips is attracted to ends of the magnet. هينجذب الى نهايات المغناطيس. Not in middle ليس في المنتصف. ليه بقى؟ تعال نشوف. Then it decreases gradually until it disappears at the middle. وتفضل العدد بتاع البيبر كليبس دي يقل 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 لحد ما نصل الى المنتصف نلاقي الماجنتيك فورس disappear بتختفي. So the regions of the magnet which have the most attraction force يا ترى موجودة فين؟ Are the two ends or two poles of magnet. موجود في القطبين بتوع المغناطيس. اوعى تنسى وتقول ميدل. So what is the definition of two poles of magnet؟ ايه هو تعريف قطبي المغناطيس؟ The areas of magnet which have the most powerful force of attraction. هي المنطقة بتاعت المغناطيس اللي فيها الموست attraction force اللي فيها القوة المغناطيسية الكبرى. او ممكن نقول definition تاني. The areas of magnet at which most of attraction force concentrated. يعني ايه concentrated؟ يعني ترتكز او مرتكزة. هما متركزة مركزين فين؟ متركزين فين؟ عند الميدل ولا عند التو اند اوف ماجنت؟ تو اندز اوف ماجنت. جميل جدا. نوت ذات لاحظ ان تو ديفرينشييت بتوين ذا تو بولز علشان حضرتك تقدر تفرق ما بين القطبين بتوع المغناطيس الاس والان. ذا نورث بول القطب الشمالي اللي هو بياخد حرف ان از اوفن ريد كالرد دايما بيقولونه احمر. بات ذا ساوث بول از اوفن بلو كالرد. نمبر 2 لو حضرتك بقى علقت المغناطيس بحريه كده معناها ايه؟ The freely suspended magnet يعني المغناطيس المعلق بحرية. نخلي بالنا ان كلمة suspended دي بتساوي hang معلق. يبقى suspended هي hang. ممكن اقول freely hanged magnet او freely suspended magnet. خلي بالك دايما المغناطيس اللي احنا معلقينه بحرية ده take a fixed direction بياخد ايه؟ اتجاهات محددة اللي احنا عارفينه مسبقا اللي هو north and south. ازاي؟ in order to prove that freely suspended magnet always takes fixed direction تعال بقى نعمل الاكتيفيتي ده. Tools bar magnet and piece of paper trade wooden stand. هنلاحظ ايه بقى والخطوات. Steps number 1 suspend يعني علق. Suspend the bar magnet from its center بنعلقه منين؟ من المنتصف. With a thread باستخدام خيط او حبل. Fixed to الحبل ده هيتثبت في ايه؟ هيتثبت في الهواء؟ لا. Fixed to wooden stand متثبت في حامل من الخشب. Number 2 leave اترك. Leave the magnet until it stabilizes. يعني stabilizes سيبه لحد ما يستقر. يعني يستقر يعني يثبت مكانه. مش احنا سايبينه بيتحرك فريلي بحرية؟ سيبه بقى لحد ما يقف. وحدد لنا كده هو وقف عند انهي اتجاه. هنلاقيه وقف فين؟ south and north. ركز معي. Leave the magnet until it stabilizes horizontally لحد ما يثبت افقيا. Number 3 move the magnet to the right side or left side slightly. حركه كده ايه؟ يمين وشمال بايدك بالعمد كده. انت قاصد تحرك يمين وشمال. Then leave it to stabilize again وسيبه تاني لحد ما يستقر مجددا. And repeat the previous step for several times وكرر العملية دي فترات مختلفة. هنلاحظ ايه في كل مرة بقى؟ One pool of magnet tries to search for north direction. احد الاقطاب يبحث عن north direction. One pool of the magnet tries to search for بيحاول البحث عن north direction. مين هو بقى ده؟ الريد او ممكن نقول عليه ايه؟ النورث بول القطب الشمالي. While other pool القطب التاني search for south direction of earth.
يبحث عن القطب الجنوبي للأرض. So the freely suspended magnet always takes fixed direction. Number two, the pole of magnet which points to the north direction is called north pole. The pole of magnet which points to, خلي بالك أنا بقولك على point to دي لأن هي بتلخبطك وبتنسيك. Point to يعني يشير إلى, refer to يشير إلى, search for يبحث عن, كلهم بيؤدي لنفس المعنى. طيب التاني بقى بيدور على إيه أو بيشير لإيه؟ Point to the south direction, بيدور على الاتجاه الجنوبي وده اسمه south pole. Number three of properties of magnet, the like magnetic poles. طبعا احنا قلنا قبل كده ان like poles بيحصل لهم ripple. The like magnetic poles ripple each other, but the dislike, نخلي بالنا ممكن يقول لي dislike, ممكن يقول لي opposite, ممكن يقول لي different, كلهم نفس المعنى, كلهم نفس المعنى. Opposite equal different equal dislike, اتفقنا؟ وكلمة like equal similar equal same, خلاص؟ لو اي واحدة فيهم ما تلخبطش ما خافش, نفس المعنى. يبقى like magnetic poles ripple each other, but the dislike magnetic poles attract each other. يبقى لما يكونوا dislike يحصل لهم attraction, لكن لما يكونوا like s و s مثلا n و n doesn't attract, او المعنى الادق بقى اللي هي كلمة ripple. طيب in order to prove that like or similar magnetic poles ripple but dislike or opposite magnetic poles attract, try to do this activity. Number one, hang a magnet with a thread and leave it to settle. علق مغناطيس بحبل, علق مغناطيس بحبل وبعد كده سيبه لحد ما يستقر. Then approach the north pole of another magnet to the north pole of the hang one as in figure A. يعني ايه؟ انا قلت قبل كده ان كلمة approach يعني قرب, هتقرب النورث pole to north pole. يا ترى what is your observation, the two north poles repel each other, هيبعدوا عن بعض. Approach the south pole of the magnet to the south pole of the hung one as in figure B. قرب برضو الS pole للS pole, يحصل ايه؟ the two south poles repel each other. يبقى سيان بقى, قربت الS مع الS, قربت الN مع الN, يحصل repel. But if you approach the north pole of magnet to the south pole of magnet, what is your observation, the north pole attracts the south pole. So the similar or like magnetic poles repel each other, but the opposite or dislike poles attract each other. And finally, the final properties of magnet which is surrounded by an area called magnetic field. ان المغناطيس عنده حاجة اسمها magnetic field او مجال مغناطيس عامل كده, وقلت كذا مرة قبل كده ان هو الاريه, هو المنطقة اللي حوالين المغناطيس. طيب magnetic field what is the definition, مهم جدا الديفينيشن ده, دايما بيجي في الامتحانات. It's the space, هو المسافة او المساحة, هو المسافة او المساحة which around the magnet, اللي حوالين المغناطيس. In which, التي, the effect of magnetic force appears, حيث تأثير القوة المغناطيسية يظهر. Now take some iron filings. And sprinkle them on the paper. Arrange yourselves properly. The iron filings will start arranging in a definite pattern around the magnet. This pattern is called a magnetic field. Magnetic force, القوة المغناطيسية, لأن الاتنين دول بيجوا في الامتحانات وبيلخبطوا الناس كلها, فمن فضلك ركز في التعريفين. Magnetic force, خلي بالك طالما force يبقى ability, طالما field يبقى space, field مع space, ability مع force. It is the ability of magnet to attract magnetic material, قدرة المغناطيس على جذب المواد المغناطيسية. خلي بالك مش في أي مكان, existed in its field, اللي موجودة المواد دي لازم تكون موجودة فين, in its field, في المجال بتاعه. The magnetic force is an invisible force, ودي بتيجي دايما complete او choose, ان القوة المغناطيسية قوة غير مرئية ما بنشوفهاش. يعني احنا بنحس الناس بنشوف المagnetic materials attract to magnet, لكن مش شايفين فين القوة اللي بتشد دي. So we use iron fillings, لذلك احنا بنستخدم حاجة اسمها برادة الحديد. So we use iron fillings to see the magnetic field, علشان نشوف المagnetic field دي فين بنستخدم حاجة اسمها iron fillings, برادة حديد او الحديد.
الحديد المطحون that is formed by effect of magnetic force. أرجو تسمع المقطع مرة واثنين وثلاثة. إذا كان في حاجة مش واضحة قدامك ما تستناش واسألني فورا، إن شاء الله جاوبك على طول، سواء تسألني هنا تحت الفيديو أو تسألني على الجروب اللي هتلاقيه برضو موجود مع الديسكريبشن أو الوصف بتاع الفيديو. كان معكم مستر محمد الصادق.